أهلا بكم مشاهدي بلقيس إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، أينما كنتم أرحب بكم داخل أو خارج البلاد. وسط الظروف المأساوية التي خلقتها أو خلفتها الحرب، يحاول برنامج حيث الإنسان في موسمه الثاني رسم صورة أخرى عن المشهد وتقديم نماذج خلقت من المحنة منحة ومن الألم فرصة وصنعت أملا في المشهد القادم. اليوم سنذهب معا إلى المكلا. كثيرا ما تظن الحياة على البعض بالاستقرار والعيش الكريم، لكنها لابد وأن تفتح لك يوما ما باب أمل كبير أو فرصة حياة كريمة. في أطراف مدينة المكلا تعيش أسرة أبو محمد المكونة من 12 فردا لم ينالوا نصيبهم من التعليم، فاتجهوا نحو الأعمال اليومية التي تتوفر يوما وتنعدم أياما أخرى. لكن فتيات أم محمد لم يستسلمن للظروف وتحملنا مسؤولية رعاية الأسرة الكبيرة بعد تعطل عائلها بسبب الإعاقة. اتجهت الفتيات لتعلم الخياطة والمنسوجات اليدوية، فوجد فيهن برنامج حيث الإنسان مشروعاً تنموياً يستحق الدعم. تعالوا نشاهد قصة أم محمد وبناتها ونعود. هذا كل ما يستطيع رؤيته أبو محمد منذ أقعده المرض، ومساحة النور في حياته تضاءلت رويداً رويداً. فقد أبو محمد الحركة منذ عامين إثر كسر في الحوض، لديه 10 أبناء يشعرون بقلة الحيلة في الظروف المحيطة بهم. بيت بسيط في منطقة عشوائية يضم هذه الأسرة ومعها الكثير من سيرة الألم والتعب في هذه الحياة. تعيش هذه الأسرة في منطقة فوة في المكلا، تعج بالبيوت المتهالكة والقصص المطوية خلف هذه الجدران. أم محمد حملت معها قلباً متعباً وحياةً صعبة في رحلة إنجاب 10 من الأبناء تحاول الصمود فيها بمصنوعات يدوية توفر لها القليل. كبر الأبناء، 8 فتيات وولدان، وكبرت مسؤولياتهم حتى انتقل العبء عليهم لإعالة هذه الأسرة الكبيرة والمعدمة. وكانت تدد في الوقت على المعيشة، شغل يشتغل وانا واي بردان ما كني من ألمها لذلك داهم عدم تعب، هذا تعب العيشة كده. فيشتغل هكا باليومي، يشتغل باليوم ماشي مع شغل، لا باليوم لا حد وكاد والله شيء ما ادري ما هذا فيها حق الناس نشتغل مثل لا هذا على بخورنا نشتغل ما معنا شيء ابو كيف نزع حسب ما تفشوه.
تصرف هذا نشتغلها على طبق الميسر نشتغلها أكو معنا شيء جلد بعناها وجبنا لنا شيء ياكل بروع هاكل عشغلنا باليوم عسفتنا وعهدية حقنا سفتنا دي يخسين عيالنا ونهم جزعنا الوقت بالحلال على الدنيا هذا تعبانة الحمد لله فهذا شغلنا. تحاول الفتيات العمل بأي شيء يمكن أن يساعد هذه الأسرة لتوفير قوت يومها. علمت في مخيط في فوة مشغل بس يعني نخيط الملابس ده بس ما يعطونا فلوس يعني عادة نخيط لهم وفي غزل كمان حق غزل خياطة الحمد لله تعلمنا وكل شيء تمام إن شاء الله ما حصل شيء فلوس يعني مجانا نخيط. لضيق حال الأسرة لم ينل هؤلاء الأبناء حظهم من التعليم، فالذهاب إلى المدرسة يعد ترفاً بالنسبة لأسرة تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجاتها اليومية. عيالنا الأولاد يا أبوك الصغار درس عبر 5 سنين وندر يا من صحنا يا من صحنا ما طاع الله يهديه والبنات سحبوهم. قال احنا ما عندنا شيء حالين في شيء منطقه قريب مدرسه عمدين بعيد وبعدين حولنا هنا صدق مدرسه هذا الساعه بنات عيالنا يدرسون عيالنا ما شاء الله قربنا في المدينه يدرسون وكبار بقى مدرسه ما ذاك كبار لسانه ثقيله قال ما يفهم. لو تتبعنا سيره الالم لهذه الاسره لوجدناه ممتدا منذ بدء تكوينها، فحياه الاب العمليه لم تكن سهله، كان متنقلاً بين البساتين لمساعدة مالكيها أو راعياً بأجر يومي أو حمالاً أو أجيراً لأي عمل يمكنه من العودة لمنزله وبيده وجبة تسد رمق الصغار. الحمد لله بالعافية متعافي من رب العالمين ونعيش ما يتيسر لي عند المولى إنه الحل هذا دمعك فواحد تعرف ولفلف ناس للعمرة وطلعت مع الناس بدنا للعمرة الجمعة وخذنا سبت في السعودية والحد نسمر في الليل قمت وصفة طائر ما تقدر ترجعت على هواي كذا وقع لي الكسر هنا وقع لي الكسر هنا كسر وقع لي هنا وبعدين قلت لما حد يفصل عيالي بيشتغلون عيالي بيشغار قوموا شلوني خذوني ساكت لما قلني يفل عند عيالي لا يعوي جبتها أنا غبت الرحمن عند العيال هذي مهما حسوا لي قالوا ايش الموتر ذي جي قالوا بوكم جي جو بغوني يقوم ما زلت قوم شلوني شل من هنا خلق هذا دكتب لي نهار الحد الجمعة وشلت نفسي خلاص. تخرج عواطف صباحاً كل يوم علها تجد منزلاً يمكنها مساعدة أهله ونيل أجرها اليومي لتتمكن من مساعدة أسرتها. ليست عواطف فحسب بل تشاركها في ذلك بعض أخواتها. وبطبيعة الحال فالأعمال اليومية ليست بالدخل الثابت، لذا قد يمر يوم أو يومان دون أن يعمل أحد من أفراد الأسرة. لا لأنه ما تعلمنا وما حسب التعليم ما نحصل عمل دائما يعني على حسب الأوقات إن كان في عمل. يبحث الأبناء عن عمل دون فائدة ويحاولون إيجاد أعمال بسيطة ولو بأجر يومي، ولكنهم يفشلون في معظم الأيام. لذلك تحملت الفتيات عبء المسؤولية وحاولن جاهدات ألا تقف بهم السبل. حين التقى فريق حيث الإنسان بأم محمد وفتياتها تساءلنا ما الذي تحتاجه هذه الأسرة كي تتمكن من الوقوف لمجابهة تيارات الحياة الموجعة. والله نقول لك وايد مشروع دي وايد نقول لك يا بني انا مش انا وايد رانا نشرع انا وايد لقيت في كتابنا وانا مكان انا كنا نروسنا كيف نفتح انا شفاه هذا عندنا شيء
وحين حاولنا مد يد لهذه الأسرة كانت أصغر الفتيات والتي نالت القليل من التعليم عبر مركز لمحو الأمية وتحفيظ القرآن تتهجى ما تم الاتفاق عليه. هذه الرسالة من برنامج حيث الإنسان، تم قبوله مشروعكم المصغر وسيتم دعمكم بمحل الخياطة ليكون عونا لكم في مواجهة الحياة. ألف مبروك. سيتم تأجير محل صغير وتوفير 4 ماكينات خياطة حديثة بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لبدء مشروع تتولاه أم محمد وبناتها ومساعدتهم على عرض منتجاتهم في المحل. المختلف في هذا المشروع أنه عملي، لا توجد محال خياطة نسائية في المنطقة، وكل المحال يديرها ويعمل فيها الرجال، وربما يكون هذا العمل فاتحة مجال جديد للمرأة الحضرمية لتثبت أنها قادرة على الوقوف صامدة مهما تجبرت الظروف. تفتح عواطف باب مشروعهن لتفتح معه باب حياة جديدة. ربما سيكون الشمس الحقيقية التي ستضيء طريق عائلتها وتلونه بعد كل الحزن الذي واجهته. بين هذه الأقمشة الملونة تختبئ ابتسامة وحياة كريمة وأمل سيعطى لهذه العائلة. والله المشروع حلو، ما قصر أصحاب الخير مثل ما قلنا في الكيو وبقعة جاهزة إن شاء الله. حلو المشروع، ما يعني أحسن من الحالة اللي أنا فيها. صراحة يعني المحل عجبني، ما قصرته، واللوحة موجودة والخياط موجودة، الأقمشة موجودة والعجل حق الخياط موجود، الشريطة، كل شيء. محل حلو ما شاء الله، محل يعني مميز حق الخياط، وكل شيء فيه تمام، أقمشة وكاين كله تمام الحمد لله. ومن صوت هذه المكائن ستدور العجلة، وستتعلم الفتيات مهنة جديدة، وسيساعد الأبناء أخواتهم للوقوف على أرض ثابتة وعمل كريم يمنحهم طعم الحياة وحق التشبث بالأمل بأن القادمة سيكون أكثر أماناً وجمالاً. أسرة من 10 أولاد، توقف الوالد عن العمل بسبب الإصابة، هل تتوقف الحياة؟ بالطبع لا. هذا الظرف جعل الفتيات ومهن يتعلمن حرف يدوية ومهارات الخياطة حتى يتحملن مسؤولية الإنفاق على الأسرة واحتياجاتها الأساسية. تحية منا ومن الجميع هي تحية إجلال وتعظيم لأم محمد وبناتها اللاتي صمدن في وجه الظروف وعملن بكل جهد لتأسيس مشروعهن الخاص
وكانت هذه مساهمة بسيطة من برنامج حيث الإنسان لتستمر الحياة وتستمر عجلة الحياة. أمنياتنا لكم بالتوفيق في مشروعكم وأن نكون معكم ونرصد تطورات وإنجازاتكم في هذا المشروع ونكون في الأعوام القادمة وإن شاء الله في الموسم القادم إن شاء الله من حيث الإنسان ربما تكون هناك الكثير من القصص وأن نتابع الإنجازات والقصص التي قدمناها في هذا الموسم وأيضا في موسم العام الماضي. الآن نذهب مباشرة إلى فقرة المسابقة والجوائز اليومية والاتصالات، بإمكانكم المشاركة معنا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، وتفاصيل الأسئلة والإجابات بالتأكيد هي من تفاصيل قصة اليوم من حضرموت. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام الله عليكم. من معنا؟ وعليكم السلام. معك صقر أحمد محمد عن السوري. صقر أحمد محمد عن السوري. أحمد، من فين أحمد؟ معك صقر أحمد محمد عن السوري. تمام، أنا قد قلت لك صقر، قلت لي أحمد. صقر أحمد، من فين يا صقر؟ لا لا، من حوض تعز. من تعز، من فين في تعز يا صقر؟ شرعب السلام. شرعب السلام، حياك يا صقر. تابعت الفيلم اليوم؟ والله في البداية أوله. أول البرنامج فقط. وآخر الفيلم ما تابعت؟ لأنه داخل الشبكة ضعيف. طيب، سؤالي لك، بطلة قصة اليوم ايش اسمها؟ ايش اسمها بطلة القصة حق اليوم؟ والله صوتك قطوع. صوتي قطوع الان، كيف الصوت؟ ايوه صوت. تمام، ما اسم بطلة قصة اليوم؟ عاد انا ذكرت قبل قليل يعني وانا اقرا ايوه ابو محمد. أبو محمد زوجها، يعني هي إيش اسمها؟ والله ما أبو محمد الأب رب الأسرة. أم محمد. أم محمد، أيوة إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك صقر، شكرا لك. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك صالح من عدن. صالح من عدن. نعم. حياك يا صالح. الله يحييك ويبارك. أول مرة تشارك معنا يا صالح ولا شاركت من قبل؟ أول مرة. يلا مسك الخط غدا. والله كيف عملت لما مسك الخط معك؟ يلا شبكنا وايرات لما وصلنا عندكم. كم لك بتحاول يا صالح؟ يمكن لي نص شهر، أنا حوالي من نص رمضان بدأت السبق. من نص رمضان. أيوة. كيف أنت صالح، كيف عرفت عن البرنامج؟ كيف تابعت البرنامج؟ حد كلمك؟ كنت تتابع؟ احنا كنا السنة الأولى وبعدين كلمني أخوي هذا المرة، ذكرني به. ذكرك، إيش قال لك أخوك؟ قال لي برنامج حيث الإنسان تبع مؤسسة توكل كرمانها وذا اللي ما شاء الله يدور المناطق والأماكن المحتاجين شكرا لك يا حبيبي. يلا صالح، سؤالي لك، أين تعيش أسرة أم محمد؟ فين تعيش أسرة أبو محمد وأم محمد؟ فين؟ في أي محافظة؟ في محافظة حضرموت، في فوة، منطقة فوة. في فوة في حضرموت، والمدينة ايش؟ المكلا. في المكلا. اجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. اجابة صحيحة يا صالح. سلم على اخوك اللي ذكرك بالبرنامج. تمام يا صالح، عيد مبارك مقدما علينا وعليكم ان شاء الله. اخواتي مبارك وعيد مبارك ان شاء الله. اتصال اخر. الو. ايوه نعم. من معنا؟ نعم، من؟ أمين درهم. أمين من؟ أمين درهم من دار العريفي. أمين درهم من جبل حبش يا أمين. من أمين درهم. أمين درهم من حي تعز. من تعز، من فين في تعز يا أمين؟ من حيفان. من حيفان. نعم. أيش أشهر شيء في حيفان يا أمين؟ حيفان، حيفان مشهورة بإيش؟ إيش أشهر شيء في حيفان؟ من العروق. من العروق، تمام. إيش أشهر شيء في العروق؟ حيفان العروق. أيوة حيفان عروق، أنا عارف. إيش أكثر شيء مشهور في بو حيفان؟ العروق. بإيش مشهور أكثر شيء؟ أكثر شيء مشهور. أيوة. أكثر
حيفان بايش مشهور اكثر شيء؟ يا امين امين حيفان مشهور بالبن بالايش؟ طارش ايوب طارش ايوب طارش ايوب طارش هو من حيفان ايوه اغنيه حيفان غنى الحيفان عادي ها اقول لك مشهور ب بال ايوب طارش من ربشتن هي امين ايوب طارش من حيفان اديت حيفان ابو سيوه ها تمام صح انا اذا صحت المعلومه تمام طيب سؤالي لك السؤال يقول كم لدى ابو محمد اولاد كم عدد اولاده 12 عدد الاسره 12 الاولاد 10 اجابتك اجابتك صحيحه الاجابه صحيحه مبروك لك 50000 واضح تفضل يا عم عيسى يا شباب اقطعوا لي على الجيم عادي اقطعوا الجيم يا شباب ما شفت المقطع هذا المخرج طبعا الاستاذ عيسى تعال والله لا تعال شكرا يلا شكرا شكرا استاذ جامي يلا شكرا شكرا لك مبروك لك 50000 ريال طيب وصلنا الان الايباد عشان نعمل قرعه لكن قبل القرعه نروح اتصال ونعمل قرعه يا شباب قرعه طيب يلا معكم على الشاشه 45139 اجابه عدد الرسائل التي وصلتنا للبرنامج فقط 31000 الاجابه الصحيحه 732 كان السؤال ما اسم المشروع مشروع ام ايمن اللي كان في المكلا امس ايش سمت المشروع كانت الاختيارات التيسير الأوائل النور الإجابة الصحيحة الاختيار رقم واحد التيسير الآن نجري القرعة واختار أول فائز معنا من مجموعة الذين الناس أرسلوا معنا وأول فائز وجائزته 50000 ريال مبروك لصاحب الرقم مبروك للفائز صاحب الرقم 77263185 مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 77263185 مبروك إذا للفائز الأول معنا وبعد لحظات سنجري القرعة ونختار فائزين اثنين لدينا اتصال ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام من معنا بلقيس جمال عبد الله بلقيس أيوة بلقيس جمال عبد الله بلقيس تتصل بقناة بلقيس يا بلقيس ايوه ايش رايك توطي صوت التلفزيون شويه طيب ابى انقص ابى افعل كاتب طيب هم شو يسمعوك أيوة. يا بلقيس انت روحي غرفه ثانيه هم شو يسمعوك يمكن خلاص كتمت نقص كتمت الصوت ايوه ما عاد يسمعوش الان الاهل انتوا من تتابع البرنامج ها انتوا من بتتابعينا يعني ما بي امي تحياتنا لهم طيب بلقيس السؤال ها ايوه ام محمد بايش كانت تشتغل ايش كانت تعمل قبل ما يكون معهم مشروع خاص تشتغل بالاعمال اليدويه معمل يدويات ايش يعني ايش اللي تسويه اعمال يدويه هذيك ايوه مثل ايش زي هذيك يعني بنات بالخياطه الو ايوه اجابه صحيحه اعمال يدويه مصنوعات يدويه فعلا ايوه مبروك يا بلقيس 50000 يلا شكرا سلام الله يحفظك عفوا لدينا اتصال الو الو السلام عليكم ايوه من معنا الو ايوه الو عهود علي حميد الربيعي من هلا ايوه عهود علي حميد الربيعي عهود علي حميد عهود من اي محافظه السلام عليكم عهود علي حميد الربيعي وعليكم السلام شوفي الان انت بتسمعيني متاخر أيوة. الو ايوه الو انت بتقول لي ايوه وانا اقول لك الو ايوه الو
عهود محافظة دمار. من دمار، تمام. اسمعيني من التليفون عشان ما يكونش في تأخر في الصوت. طيب. طيب. عهود تابعت الفيلم؟ أيوة أكيد. طيب، أم محمد كانت تشتغل بالأعمال اليدوية، المصنوعات اليدوية. أبو محمد إيش كان يشتغل؟ بإيش كان يشتغل؟ أيوة أكيد. في إيش؟ ها في تأخر في صوتي، بيوصل لك عندي متأخر يا عهود. ألو؟ ممكن اختيارك؟ أنت تابعت الفيلم أو لا؟ أيوة أكيد. طيب، أبو محمد إيش كان يشتغل من قبل؟ كان يشتغل في الزراعة؟ لا، مش في الزراعة. طيب، أغير لك السؤال من أجل السؤال اللي بعده. أيوة أساعدك أغير لك السؤال. فين أصيب؟ كيف أصيب أبو محمد؟ فين أصيب؟ عهود. طيب يا عهود. أيوة. ألو. أيوة. يا عهود أصيب في الحوض. أيش؟ أصيب في الحوض. أيوة تمام، بس في أي بلد هو كان مغترب؟ فين؟ ما كانش مغترب، كان مسافر. كان يعتمر تقريبا. كان يعتمر. أيوة، قد قفز لي المخرج لا هنا والله، قال لي ما كانش مغترب. تمام، كان فين يعتمر؟ فين أصيب يعني، في أي بلد؟ لا راح يحج. طيب أيوة، فين يحجوا الناس؟ يا عهود. أيوة. طيب يا عهود. في السعودية. في السعودية، تمام يا عهود. مبروك لك 50,000 ريال، إجابة صحيحة يا عهود. الله يبارك فيك. أول مرة تشاركي في برنامج في التلفزيون؟ أيوة. أول مرة؟ أيوة. يلا مبروك لكم أول مرة من برنامج تلفزيوني 50,000، برنامج حيث الإنسان، مبروك. شكرا، الله يبارك فيك. يلا عفوا. طيب اتصال آخر ولا قرعة شباب؟ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. تحياتي طبعا لكل الناس اللي تفاعلوا معنا في البث المباشر. شكرا أخ حسن، شكرا لطف البعداني، بسام، نوفل، شكرا شروق غروب، سلطان، شكرا جزيلا للكل يعني. وأنا أحاول بعض أحيان يعني أقرأ يعني في بحسب الوقت المتاح. طيب نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني، بعدين نعود لاستكمال اتصالاتكم. وكانت الإجابة الصحيحة لاختيار رقم 1 من 31,732. سنختار الفائز الثاني من أجاب بشكل صحيح واختار رقم 1. بسم الله، مبروك للفائز صاحب الرقم 7363038370. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 7363038370. مبروك، مبروك إذا للفائز الثاني معنا. لدينا اتصال. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ رمزية قايد سيف راجح. من؟ رمزية قايد سيف راجح. رمزية. رمزية قايد. رمزية من فين؟ من صنعاء. من صنعاء. رمزية تابعت القصة؟ والله يا ست سامي، والله انه مطار عندنا احنا والشوكه كانت عاطيه، بس تابعته كذا بالاخر شويه. مطار، وايش اللي حصل بعدين؟ كانت تغطية ضعيفة شوية لأنه مطار هنا في صنعاء عندنا، وكانت والله أنني تابعني من أول رمضان، من أول يوم أحاول. طيب كيف يأثر هالمطر، قصدك يأثر التغطية أنه تتقطع بث القناة؟ لما يقع مطر متقطعش طلعت تغطية ضعيفة عند البرنامج، والحين حتى هو يقطع شوية. كل القنوات ولا بلقيس بس؟ لا كل القنوات. تمام.
بس عشان نقول للزملاء اذا يعني في مشكله بالقناه. يلا اديني السؤال بحاول اجاوب. طيب ولا تابعتي شيء من القصه يعني ولا شيء لحقتي تتابعي؟ يعني كنت اتابع شويه شويه وهي تقطع الصوت، يعني تطلع شويه تقطع بس من فاتحه يطلع شويه تقطع. ان شاء الله حتى الان وهي تقطع شويه، بس لانني حاول من اول رمضان. طيب السؤال، ايش المشروع اللي قدمه البرنامج لاسره ام محمد؟ ايش المشروع اللي ساعدناهم فيه؟ المشروع يعني والله ما غير السؤال. ها؟ تغير لي السؤال. أغير لك السؤال. طيب أبو محمد إيش كان يشتغل؟ من قبل. أيوة. كان يشتغل في تنظيف السيارة. لا. طيب أسألك سؤال ثالث. أسألك سؤال ثالث، إيش اسم بطل قصة اليوم اللي المستفيدة من المشروع؟ اسمها؟ أم محمد. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 يا رمزية. شكراً يا أستاذ. عفواً. اتصال آخر، ألو؟ ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ معك رقية عبد الجميل. رقية. أيوة. رقية من فين؟ من أي محافظة؟ من شراب السلام. من شراب السلام؟ محافظة شراب السلام. أيوة. معانا شعبية في شراب السلام البرنامج، يتابعونا أصحاب شراب السلام كثير ها؟ أيوة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، تتابعوا البرنامج يومياً؟ من نص رمضان. من نص رمضان تمام، أنا طالب أصحاب شراب الرون أنهم يتابعوا البرنامج ويشاركوا معنا لازم. يلا خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب رقية السؤال، ابو محمد ايش كان يشتغل من قبل؟ والله ما تابعت الفن من البدايه. ما تابعتش من البدايه. طيب اغير لك السؤال، ايش المشروع الذي قدمه البرنامج لاسره ام محمد؟ ايش المشروع؟ مشروع الخياطه. مشروع خياطه، محل خياطه. اجابتك صحيحه ومبروك لك يا رقية 50,000. يلا شكرا جزيلا لك يا شكرا. نروح للقرعة واختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، ممن أجابه بشكل صحيح واختار رقم واحد التيسير كان اسم المحل، محل أم أيمن. مبروك مقدما للفائز الثالث معنا وهو صاحب الرقم، بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 7330925. مبروك للفائز صاحب الرقم 7330925. مبروك للفائز الثالث معنا وجائزتك 50,000 ريال، ولديكم فرصة للفوز أيضا بثلاث جوائز عن سؤال حلقة اليوم من القصة التي عرضناها من فوة في المكلا بحضرموت. الآن أذكركم بشكل سريع بثلاث الأرقام الفائزة وتظهر معنا على الشاشة. مبروك للفائزين الثلاثة وهم 7726318555. مبروك للفائز الثاني 7363038370، والفائز الثالث 7330092965. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. تابعنا إذن الفائزين الثلاثة، وأنا بس البعض هنا يقول لك ليش أنا ما تذكرناش ذكرت البعض. طيب عدنان وشايف وعبد الحليم التميمي وفؤاد السويدي وشروق غروب وفاء عمار الحسيني بو محمد بن غودل تمام ما ينفعش نصر التريكي مراد أبو حذيفة أمين الزراري يمكن. طيب لدينا اتصال، ألو. ايوه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من معنا؟ معك شاكر يا علي جنة. شاكر. شاجع. شاجع يا علي جنة. من فين يا شاجع؟ من محافظة صنعاء. من محافظات؟ ايوه ساكن فين؟ ايوه انت الان فين؟ في اي محافظة الان انت؟ تتصل من فين؟
أيوة، من وين تتصل أنت الآن؟ من فين؟ أنا أتصل من مأرب. من مأرب، حياك يا شاجع. كم عمرك يا شاجع؟ كم عمرك؟ 20 سنة. كم؟ حال 20 سنة. تمام، خيرة الله. أنا ما سمعتش إلا 20 بس، يلا تمام. شاجع السؤال. طيب يا شاجع السؤال، أبو محمد إيش كان يشتغل من قبل؟ إيش كان يشتغل أبو محمد من قبل؟ أيوة، إيش كان شغله؟ في إيش كان يشتغل؟ كيف كان يشتغل؟ إيش؟ ساعدوني يا شباب. أنا ما شفتش البرنامج، خير لي إن شاء الله وسمحت، أنا ما شفتش. ما شفتش البرنامج؟ أيوة، لأن الكهرب كان طافي. أيوة. طيب متى ولعت الكهرباء عندك الآن؟ أيوة، طفي علينا وهذا البرنامج اشتغل. طيب أنا أسألك، أسرة أم محمد وأبو محمد فينهم؟ في أي محافظة؟ فين يعيشوا؟ هو في محافظة حضرموت. وفين في المقلة؟ يا سلام عليك، مبروك، إجابة صحيحة وخمسين ألف مبروك. الله يلا نفسه. الحمد لله الحمد لله، مبروك لك يا شاجع، 50 ألف مبروك. طيب اتصال آخر. اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك محمد ياسين. محمد. أي محمد ياسين. محمد ياسين، كيفك يا حمد؟ والله الحمد لله بنعمة. بعض الأحيان يصيحوا لك حمد، صح؟ ها؟ بعض الأحيان يقولوا لك يا حمد. أيوة، أصحابي يقول لك يا حمد مش يا محمد. نعم، حمد. طيب يا حمد، من فين أنت؟ من عدن؟ من عدن، نعم. طيب أنا متأكد أنك بتجاوب على هذا السؤال، أنا قد سألته الأربعة وخمسة ما أعرف وش السؤال هذا، راكن عليك إن شاء الله. إيش أبو محمد إيش كان يشتغل؟ أبو محمد كان يشتغل في بالأجر اليومي، وكان يشتغل بالحمالة. يا سلام عليك، 50 ألف ريال، وإجابة صحيحة، مبروك لك يا حمد. الله يبارك لك، الله خير. كون اتصل من أول شيء يا حمد، تمام. يلا شكرا. شكرا لك محمد ياسين من عدن، مبروك لك 50 ألف. طيب اتصال. طيب أنا بديت قريت البعض والبقية زعلوا، ف طيب محمد الردفاني، عبد الفتاح الغرباني، بسام احمد سعيد، ابو ريان. معنا ابو ريان زميل المنتج، وابو ريان هنا الاستاذ اسامه عادل. طيب المهندس منير الوجي، ذكرت اسمك، مبروك لك. طيب الان نروح انور المقلحي، نروح الان ونعرض عليكم سؤال اليوم من قصه اليوم، بامكانكم الاجابه عليه من خلال الواتساب. السؤال يقول: كم عدد مكاين الخياطة في المحل؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 3 مكاين، الاختيار الثاني 4 مكاين، الاختيار الثالث 5 مكاين. أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، 1 أو 2 أو 3، 3 مكاين، 4 مكاين، 5 مكاين. أنا بسأل المخرج، كم عدد البنات، بنات أم محمد اللي بيشتغلن على الخياطة؟ كم؟ 4 بنات، يعني 4 من بنات أم محمد لديه القدرة والمعرفة على شغل الخياطة. فأنتم عشان تعرفوا الإجابة الموضوع سهل. غدا حلقة جديدة من حيث الإنسان، نلقاكم الساعة 9:05 على شاشة بلقيس، في أمان الله. سترى نفسك في الغير، وستعرف ما تحدثه لمسة احسان بالخير.
حتما كم نحن بخير بحكاية تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.